بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، أحببت اليوم أن أتأمل معكم هذا الصدع المرعب. انظروا أيها الأحبة، هذه الحمم المتدفقة بدرجة حرارة أكثر من 1000 درجة مئوية موجودة تحت أقدامنا. أرضنا أيها الأحبة عبارة عن قشرة أرضية رقيقة، هذه القشرة تعوم فوق بحر من النار، من الحمم المنصهرة. هذه التشققات هنا في جزر هاواي، هذه المنطقة هنا القشرة رقيقة جدا، والضغط الهائل للنار في باطن الأرض يؤدي لتمزق وتصدع هذه القشرة الأرضية في المناطق الضعيفة، وتتدفق هذه الحمم المنصهرة بدرجة حرارة أكثر من 1000 درجة مئوية. هذه الصخور تغلي أيها الأحبة، هذا صخر مغلي. تصور أخي الحبيب، نار جهنم كم مؤلمة. نحن إذا نظرنا إلى هذه النار شيء مخيف والله أيها الأحبة. كيف بالكافر الغافل العاصي الظالم، كيف سيتحمل هذه النار يوم القيامة؟ أيها الأحبة، من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه غلف كوكبنا بقشرة رقيقة جدا، أشبه بقشرة الثمرة، قشرة التفاحة، هي فقط 100 كيلومتر، وأحيانا تنخفض لأقل من هذا الحد تحت البحار، القشرة رقيقة جدا تكون. هذه الطبقة أيها الأحبة حقيقة يعني تعوم فوق النار، يعني نحن الآن نعيش على هذه الأرض، تحتنا نار تغلي ونحن لا نشعر. متى نشعر؟ في حالة الزلازل نشعر، كما حدث مؤخرا في زلزال تركيا. في حالة التسونامي نشعر، في حالة البراكين والتصدعات هذه حيث تخرج هذه الحمم المنصهرة أيضا نشعر ونرى الآثار المدمرة. لذلك أنا اليوم أحبتي في الله أحب أن أتأمل خلق الله، وأتأمل كيف أنبأ القرآن عن هذه الظاهرة. الله عز وجل يصف لنا ظاهرة تتميز بها الأرض. انظروا إلى هذه الشقوق أيها الأحبة، هذه الصدوع لا توجد فقط في هذه المنطقة بل في كل الكرة الأرضية، إنها تخترق أعماق البحار وموجودة تقريبا في كل مكان، ولكن من رحمة الله أننا لا نراها إلا في أماكن محددة، ولكن كل الأرض معرضة للخطر. لا يوجد إنسان آمن على وجه الأرض على فكرة أيها الأحبة. القشرة الأرضية مقسمة لألواح، ليست قطعة واحدة، ولكن كل هذه الألواح متصلة مع بعضها بشبكة من الصدوع، هو صدع واحد، شبكة آلاف الصدوع ولكن كلها متصلة مع بعضها وتشكل صدعا واحدا. هنا أنا أود أن أتذكر قول الحق عز وجل عندما أقسم لعباده، وهو الغني عن القسم، سبحانه وتعالى لا يحتاج أن يقسم لمخلوق فقير، لا يحتاج أن يقسم لمخلوق ضعيف، لماذا يقسم له؟ ولكن هذا من رحمة الله بعباده، خلقهم ورزقهم وخلق لهم هذه الآيات الكونية، ثم أقسم وقال والسماء ذات الرجع، ترجع لنا المطر، ترجع الموجات اللاسلكية، ترجع الحرارة إلى آخره، والأرض ذات الصدع. طيب هذا القسم أين جوابه؟ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. انظروا أيها الأحبة، هو صدع واحد على فكرة، يمتد عشرات الآلاف من الكيلومترات، يقسم الأرض إلى كتلة من الألواح أو مجموعة من الألواح، والأرض ذات الصدع، هذا فعل القسم. جواب القسم إنه لقول فصل، وما هو بالهزل. الملك سبحانه وتعالى يقسم بالسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، أي القرآن قول يفصل بين الحق والباطل، قول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا. انظروا الحرب على الإسلام اليوم أيها الأحبة، الكل يكيد للإسلام للأسف، وهم ما يضرون إلا أنفسهم وما يظلمون إلا أنفسهم حقيقة، ومع ذلك الإسلام ينتشر وأكيد كيدا.
فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. لذلك أحبتي في الله، مثل هذه الآية تدعوني أنا كإنسان سخر الله لي عقلا أستخدمه. ما الذي يدعوني أن أجحد القرآن وفيه كل هذه الآيات الكونية والآيات العلمية والآيات الرقمية؟ ما الذي يجعلني أجحد كتابا كهذا ليس فيه خطأ علمي واحد؟ يعني انظر أخي الحبيب هنا، هذا المشهد لا يمكن رؤيته في الجزيرة العربية. كيف علم حبيبنا عليه الصلاة والسلام بوجود صدع واحد؟ لم يقل والأرض ذات الصدوع، قال والأرض ذات الصدع، لأن صدوع الأرض كلها متصلة مع بعضها لتشكل صدعا واحدا فقط أقسم الله به. من الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن السماء التي فوقنا الغلاف الجوي مهم جدا لإرجاع الحرارة؟ ماذا يحدث لو أن الغلاف الجوي اختفى أو تبخر؟ ستتحول كرتنا الأرضية إلى ما يشبه المريخ أو القمر. في النهار درجة الحرارة أكثر من 100 درجة فوق الصفر على الجانب المضيء المقابل للشمس، وفي الليل تنخفض لأكثر من 100 درجة تحت الصفر على الجانب المظلم المعاكس للشمس. الحياة ستختفي، ستصبح صعبة جدا بل مستحيلة. طب هذا الغلاف الجوي أيضا مهم لإرجاع المطر، الماء يتبخر من أسطح البحار والأنهار ثم يتكثف في طبقات الجو العليا ثم ينزل على شكل أمطار. إذن والسماء ذات الرجع، ترجع، رجع، تعيد، يعني يصعد ثم ينزل. إذن أخي الحبيب تخيل معي إنسان يعيش في صحراء ليس هناك أي وسيلة للعلم. زمن الجاهلية لم يكن هناك سوى الناقة والتمر والصحراء والشعر، والشعر شعر الغزل مثلا، والفخر والخمر، هذه حياتهم كانت. وسط هذه البيئة كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام، بل ما الذي يدعوه في سورة الطارق وهي سورة مكية في مكة ليست في المدينة؟ كان يجلس بين مشركين الزنا وشرب الخمر ووأد البنات، كان يعيش بينهم، يأتيهم بآية علمية كونية ستنكشف بعد 14 قرنا. لماذا؟ من أين جاء بهذا العلم؟ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، ماذا؟ إنه لقول فصل وما هو بالهزل. هذا الإله العظيم لا يحتاج أن يقسم لنا أيها الأحبة، ولكن من رحمته وكرمه ورأفته بعباده، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، هذا الإله الرحيم الرؤوف الرحيم يقسم لك أيها العاصي أيها الغافل أيها المبتعد عن الله أيها الملحد، يقسم لك إن هذا القرآن هو قول، هو الحق، هو قول فصل وما هو بالهزل. لذلك أرجو أن تكون هذه الآيات أيها الأحبة وسيلة لكل مشكك يعود بها إلى طريق الله سبحانه وتعالى، الذي قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. اليوم العلوم التي يمتلكها البشر اليوم من أين نزلت؟ من عند الله، الله سمح بها، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذه الكاميرات التي أنا وأنت استطعنا من خلالها أن نرى هذا المشهد، وإلا هذا كيف نستطيع أن نراه من دون هذه الأجهزة المتطورة؟ تقنية الاتصالات الرقمية والإنترنت وغير ذلك جعلتنا نرى هذه المشاهد، وكل هذا يتم بإذن الله وبرحمة الله ليسوق لك الحجة أيها المشكك أن هذا القرآن كلام الله، كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.